هذه الشركة بتقوم بأعمال وصيانة سيارات المرسيدس من أكثر من 25 سنة، وعندها طبعا من العملاء أكثر من 5000 عميل. فالشركة هنا بتتمتع بالجزئية دي. بنتميز هنا إن احنا بندي ضمان 18 شهر أكثر من المراكز الأخرى اللي بتدي 12 شهر، غير طبعا التدريب. يعني احنا بنقوم بندرب الكوادر الجديدة علشان تبقى مستعدة إن هي تبقى تقدر تخدم الماركة دي في المستقبل. ونجحنا إن أغلبية النتورك بتاعت مرسيدس يمكن في مصر مش هتلاقي مركز خدمة مش مفهوش كذا حد من أصله طالع من شركة المعادي الهندسية للسيارات. عندنا 150 عامل متوزعين على فرعين، قسم الميكانيكا والكهرباء، والقسم الآخر اللي هو قسم السمكرة والدهان، زائد بالتعديل شركة برابوس الألمانية اللي هي أكبر شركة بتقوم بتعديل سيارات مرسيدس. يعني احنا عندنا خطة توسع بشكل جديد، لأن طبعا المدن الجديدة خلت إن الناس بتبقى عايزة يعني تقوم بالصيانات جنب البيت. بقى الناس بتفضل انها ما تسوقش كتير، ما تروحش حتت كتير، خصوصا المدن الجديده بعدت شويه عن منطقه المعادي عشان نقدر نخدم منطقه زي زايد في 6 اكتوبر، نقدر نخدم التجمع. العمالة اللي عندي كلها مصريه، الاستعانه بالخبرات الاجنبيه زمان كانت بيجوا بيدوا دروس للناس، دلوقتي بقى العلم الدنيا تطورت، بقت كل حاجه اونلاين، فبقت حتى الكورسات بقت بتقعد اونلاين وبتاخد التدريبات المخصصه.